ده عدى على كل الزملكاويه، تعبنا فيه شويتين يمكن، لكن في النهايه الحمد لله الزمالك قدر ان هو يفرحنا في النهايه بفوز مهم في اخر ايام هذا الشهر، ويمكن تكون دي نقطه انطلاقه جديده للفارس الملكي. طيب الطبيعي انه نتيجه وسيناريو الماتش ده الاخير امام فيوتشر، يعني لو فكرنا في سيناريو المباراة ديت هنكون، أو لو خرجنا بشوية معطيات من هذه المباراة هنلاقي حاجة مهمة قوي، هنفكر في حاجة مهمة جدا. خلوني أدردش معاكم في النقطة ديت. مبدئيا كده احنا لو اتكلمنا عن المباراة ديت اتكلمنا عن فريق فيوتشر، فريق الحقيقة فريق تقيل، وفكرة ان انت تدخل في المباراة ديت مع فريق تقيل زي فريق فيوتشر، زي ما احنا عارفين من بداية السنة فريق فيوتشر ما تهزمش ولا هزيمة من بداية السنة. في الناحية التانية انت عندك الزمالك بيمر بمرحلة صعبة بظروف صعبة بتعثر، يعني اخر 6 مباريات لينا ما كناش قدرنا نحقق فيهم فوز، مرحلة صعبة جدا بيمر بيها نادي الزمالك. في نفس الوقت انت بتلاعب الناحية التانية فريق ما تهزمش ولا مرة من بداية السنة، مقدم موسم كويس جدا وماشي بشكل كويس وترتيبه التاني في ترتيب مسابقة الدوري. طيب المنطقي والطبيعي والسيناريو اللي كان متوقع ان انت بالشكل اللي انت ماشي بيه مؤخرا انه النتيجة تكون سلبية، وكنا هنتقبل ده لانه الوضع ما كانش ماشي افضل حاجة، لكن شخصية فانيلة الزمالك قدرت ان هي تصنع الفارق. ده اللي قدر يحققه لاعيبة الزمالك لما حسوا بقيمة التيشيرت اللي هم لابسينه. دايما بنسمع جملة او كلمة انه التيشيرت تقيل او الفانيلة تقيلة، والفانيلة التقيلة بتحتاج لعيبة تقيلة. الجملة دي مش بتكون تحت بند المبالغة ولا تحت بند التهويل ولا حتى هي اكليشيه وخلاص، لا فعلا الفانيلا التقيله بتحتاج لعيب تقيل. في تي شيرت وفي فانيلا بتديك من الهيبه الكرويه والشخصيه اللي تقدر ان انت تعدي بيها اي حاجه صعبه. لو انت حسيت بقيمه التي شيرت اللي انت لابسه او حسيت بقيمه الفانيلا اللي انت لابسها واستمديت قوتك من قوتها، وده اللي حصل في المباراه الاخيره. ده اللي حصل بالظبط في مباراه الزمالك امام فيوتشر. المباراه دي مش بس اثبتت كده. المباراة دي أثبتت بما لا يدع مجال للشك ولا جدال في إن جمهور الزمالك ما بيتأثرش بأي حاجة، ودي حاجة احنا عارفينها بس يمكن المباراة دي أكدت عليها. جمهور الزمالك يا جماعة دايما بيكون مثل ودايما بيكون قدوة في فكرة يعني إيه إن أنت تقف جنب فريقك في الصعب والشدة قبل وقت الفرح، ودي بتكون نقطة مهمة جدا ان انت تدعم فريقك في الوقت الصعب اللي بيمر فيه ووقت الهزيمة اكتر ما تدعمه في وقت الانتصارات، لانه الطبيعي ان كله بيبقى فرحان بالانتصارات وبالفوز وكل بيبقى بيدعم في الوقت ده، لكن الجمهور اللي بيبقى معدنه اصيل وبيبقى فعلا بيبان حبه لفريقه وحبه للنادي اللي بيشجعه بيبان بس في الوقت الصعب. جمهور الزمالك حاضر ودعم وسند الفريق واللعيبة في أصعب ظروف مر بيها الفريق، ويمكن ده إدى فرصة مهمة جدا للعيبة إن هي نفسيا تقدر إنها تتغلب على الفترة اللي كانوا بيمروا بيها الفترة الصعبة. ويمكن مفيش شك أبدا إن الرسائل اللي كانت الفرقة اللي احنا قدمناها للفرقة مش بس في البرنامج عندي، لا في بقية برامج القناة وكل الجماهير الزملكاوية على السوشيال ميديا وفي كل حتة، يمكن الرسائل اللي احنا وجهناها للعيبة ديت هي دي اللي حمستهم، وهي ديت اللي ادتهم يمكن الدفعة المعنوية الكبيرة اللي فرقت جدا في آخر مباراة وفوقتهم اللعيبة في المباراة ديت. فاقوا أخيرا مرحلة كانت حرجة جدا كنا بنمر بيها، واللعيبة أخيرا قدرت إن هي تفوق في مباراة فيوتشر. الحمد لله على الفوقان ده، الحمد لله على الفوز في المباراة دي، ونتمنى ان تكون دي نقطة الانطلاقة الجديدة وتكون هي دي نقطة البداية لسلسلة لا متناهية من الانتصارات. خلونا نروح دلوقتي فاصل سريع جدا جدا وهنرجع لكم بعدين نكمل بقية كلامنا.